في ايه يا باتشان؟ انت ليه بتضحك قوي كده؟ بصراحة كده انا بضحك قوي لان انت لما بتغسل الهدوم بتاعت العيال بتغسلها كويس احسن من الغسالة. هاي تمام قوي. انت عارف اني كأني بسمع مين دلوقتي؟ مش رال انت وجودك هنا زي وجوده بالظبط. بجد؟ صحيح بالتأكيد. طريقة استهزائكم بالناس هي نفسها. بس هو ما بيستخدمش نفس التعبيرات بتاعتي. بيقول ايه طيب؟ عندك مثلا ميرزا ده احسن واحد يهزق الناس في العالم كله. عموما سيبك، سكينة بتكلفك بشغل كتير قوي طول اليوم. ها؟ وانت مش دريان بنفسك يا باتشان؟ بتتكلم زي ما تكون شانتي ما بتخلكش تعمل اي حاجة. ما انت كمان جاي هو الغسيل في ايدك. يلا بقى يا اخويا انشره علشان يلحق ينشف. في مثل كده بيقول اللي باني بيته من ازاز ياريت ما يحدفش الناس بالطوب، وإلا بقى. أقولك حاجة يا مرزا. قول. أنا حاسس إن أنا مش مرتاح رغم إن خناقك بيسليني. مش عارف ليه مخنوق وزهقان دايما. أنا كمان زيك كده بالظبط يا باتشان. يعني لما كنت قاعد في القصر كنت بتحجج بإني مشغول في المحل علشان ما أعملش شغل البيت، لكن هنا مش لاقي أعذار أقولها علشان أهرب من كل ده. وهتفضل كده لغاية إمتى يا مرزا؟ أنا شخصياً عايز أخلص من اللي أنا فيه ده دلوقتي حالاً، لكن المشكلة إن مفيش حد بيساعدني وبفكر في مخرج من الوضع ده. بس صدقني أول ما تيجي فكرة ولو صغيرة همسكها ومش هستنى حاجة. أول ما يبقى معايا فلوس وتجري كده في إيدي هبقى حاجة تانية خالص. ساعتها هشاور بس على كل اللي أنا عاوزه وهلاقيه جالي لحد عندي. لكن اليوم ده هيجي ولا لا معرفش. أنا بقى عندي فكرة. عندك فكرة؟ بجد؟ بالتأكيد يا عم. فكرة إيه دي؟ هو أنا يعني مستنيك أنت تيجي تحللي مشكلتي؟ يا مرزا بلاش مكابرة، أنت لازم تنفذ الخطة دي بس في منتهى السرية. ها؟ إيه هي الخطة؟ هتعرف في خلال ساعة. قولي على طول، بلاش شغل الألغاز ده. مش هينفع أقولك، أنا هوريلك. هو اعتزل. إيه؟ بتقول اعتزل؟ أيوة يا أستاذ، بقاله فترة. ومين اللي هيساعدني بقى؟ أنا اللي هساعدك. طب أنا محتاج فلوس بسرعة. أنا عندي الحل، في طريقة متجربة قبل كده ومضمونة جدا. قلنا عليها يلا. عايزنا أقولك بسرعة كده مش لما. إيه ده؟ ادوني فلوس الأول. عايز 500 روبية بالتمام. طب مش نعرفها؟ افرض الطريقة اللي عندك دي مثلا ما عجبتناش.